الله أكبر، هذا ما خلفه الطيران والقذائف الأسدية. هكذا أصبحت مدارس سوريا مع بداية العام الدراسي الجديد. الله أكبر. هكذا أصبح الكتب الذي كانت تعلم فيها أطفالنا، لم يبقى منها أي شيء. هذا حال مدارس الغوطة الغربية مع بداية العام الدراسي الجديد. الله أكبر. هذا هو حال مدارس الغوطة الغربية. الله أكبر عليك يا بشار.